الله يا إخوة، هل تعرفون من هو الله؟ الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي منع وأعطى، الذي يسمع سر الاثنين وأخفى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. الله عز وجل الذي بيننا وبينه سماوات، الرحمن على العرش استوى، تحت العرش بحر مسيرته 500 سنة، ثم تحت العرش تحت البحر 7 سماوات، كل سماء سمكها 500 سنة، ثم هو هناك معتر على عرشه يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل. هذا هو الله الذي ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذا هو الله الذي قال: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. هذا هو الله. وقال عن نفسه: وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فأسأل الله أن يجعلنا نعظم الله في قلوبنا، لأن من عظم الله عظمه الله. الله عز وجل يا إخوة، لما أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يراه قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله جل جلاله للجبل انهار الجبل وذاب كله من نور وجه الله عز وجل. هذا هو الله، لن يرى في الدنيا، لأنه جعل حجاب النور بيننا وبينه، لأنه لو كشف نور وجهه لأحرقت سبحات وجهه كل ما وقع عليه بصره. وأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة، ولما وصل إلى السماء السابعة وصل إلى سدرة المنتهى، فوقف جبريل، وقف وقال: هنا مكاني يا محمد، تقدم أنت، أنا لا أستطيع أن أتقدم هنا. فتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وتكلم مع الله. فلما سألوا رسول الله: هل رأيت الله؟ قال: نور أن أراه. لم يرى، لا يمكن أن يرى الله في الدنيا. لماذا؟ لأن رؤيته نعيم لا يفوز فيه إلا أحبابه في جنته. وحتى يوم القيامة عندما يحشر الخلائق كلهم ويجتمعون في تلك الأرض تحت سماء غير هذه السماء وفوق أرض غير هذه الأرض، تشرق الأرض بنور الله عز وجل، يأتيهم نور من نور الله سبحانه وتعالى، وإلا فلن يراه أحد. وعندما يأتي الله عز وجل لفصل القضاء: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان. في ذلك الموقف تأتي الملائكة صفوف: أرأيتم مواكب البشر كيف بموكب الله عز وجل؟ ملائكة صفوف صفوف صفوف، والأرض تشرق بنور الله اللي هي أرض المحشر. ثم بعد ذلك يبدأ الحساب: فهل نرى الله؟ لا، لا يرى الله، لا يرى الله، بينه وبين الناس حاجب.
متى يرى الله؟ عندما يرضى عنا ويأذن لنا أن ندخل إلى الجنة. يا ربي لا تحرمنا الجنة. عندما يدخل أهل الجنة الجنة ويدخلون في أملاكهم وقصورهم وأنهارهم، إلى كل إنسان مرت عليه مصائب في هذه الدنيا أيا كانت. أريد أن أذكرك بحديث جميل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، يعني كتب الله له أنه من أهل الجنة وهو أبأس إنسان عاش في الدنيا، فيغمس في الجنة غمسة واحدة ثم يسأل: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: والله ما مر بي بؤس قط، لم يشرب لا من أنهارها ولم يأكل من أشجارها ولم يعيش في قصورها، فقط غمسة واحدة فنسي كل الهم والتعب الذي مضى عليه. الجنة يزينها الله عز وجل كل ليلة، ثم بعد ذلك في كل ليلة من رمضان لله عتقاء يؤمرون فيدخلون جنة الله عز وجل. أسأل الله أن نكون منهم. الجنة دار المتقين التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أقل الناس فيها منزلة هو ذلك الرجل الذي يدخل ثم يقول له الله عز وجل: أعطيك 10 أضعاف ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا، فيمشي في أملاكه وقصوره وأنهاره 2000 سنة لا يستطيع أن ينتهي من أملاكه. هذا أقل الناس منزلة. أما الصوامون القوامون الطائعون المنيبون فهم الذين قال الله لهم: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عندما يدخل أهل الجنة الجنة يذهبون إلى قصورهم وإلى بيوتهم ويعرفونها كما يعرف كل واحد منكم بيته في الدنيا، ما يضيعه. وبينما هم في قصورهم وأنهارهم إذا بمناد ينادي من السماء: يا أهل الجنة، فيلتفتون ويخافون. لماذا؟ لأنهم مروا بعرصات القيامة، مروا بالقبور وأهوالها والمحشر وأهواله، ومروا بالميزان، ومروا على الصراط، ومروا على الحساب، مروا بعقبات، ولذلك القلوب منخلعة من الخوف. فهم سعداء أنهم دخلوا الجنة، فعندما يدخلون الجنة ينادون: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا لن تخلفوه، إن لكم عند الله موعدا لن تخلفوه. فيقولون: ماذا يريد ربنا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم ييسر حسابنا؟ ألم ييمن كتابنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ فيقال لهم: قوموا إلى موعدكم مع الله. فتأتيهم النجائب، والنجائب يا كرام هي خيول لها أجنحة تطير بأهل الجنة حيث شاءوا، ثم يصعدون على ظهورها فتطير بهم هذه الخيول إلى واد عظيم اسمه الوادي الأفيح، اسمه الوادي الأفيح. ثم يتوزع الناس في هذا الوادي، يتوزعون على حسب أماكنهم في الجنة. أصحاب الفردوس الأعلى لهم مكان، وأصحاب الذين تحت الفردوس الأعلى لهم مكان آخر أقل منه. وهناك منابر كثيرة، منابر من نور، منابر من ذهب، منابر من جوهر، منابر من لؤلؤ، منابر من ياقوت، منابر من فضة. وأقل أهل الجنة يجلس على كثبان من المسك، جبال من المسك، فيجلسون في هذا الوادي العظيم الذي اسمه الأفيح من جمال رائحته وعظيم صنعه. تخيل وادي كله الأرض زعفران، والكثبان من المسك، والمنابر من أجمل وأرقى أنواع الجواهر، وكل منهم جالس. ثم بينما هم يتشاورون فيما بينهم ويتسامرون،
إذا بنور عظيم يغشاه فيسكتون، فيتكلم هذا النور ويقول السلام عليكم، فيعلمون أنه الله جل جلاله، فيقولون اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول الله لهم سلوني، اطلبوا ماذا تريدون؟ فيقولون يا ربنا نسألك أن ترضى عنا، قال لولا رضاي ما بلغتم ما بلغتم، فسلوني اطلبوا. وكلهم بصوت واحد اللهم أرنا وجهك الكريم. عندها يأمر الله تبارك وتعالى أن يزال الحجاب بينه وبين عباده، ثم يأتيهم من نور وجه الله ما لولا أن الله عصمهم لاحترقوا عن بكرة أبيهم. ثم ينظرون إلى الله، ينظرون إلى الذي سجد له الساجدون وسبح له المسبحون، سبحت له الدودة في بطن الصخرة والسمكة في بطن البحر، سجدنا وقمنا وصلينا ونحن ما رأيناه آمنا به غيبا، ذلك اليوم سوف ترى الله. فبمجرد ما أن تنظر وترى الله يأتيك من نور وجهه ما يجعلك تكسى نورا. وهذا معنى قول الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله وتتكلم مع الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم القمر في ليلة البدر، هل أحد يحجب عنكم رؤيته؟ قالوا لا، قال كذلك سترون الله في صفاء البدر، ولا يبقى أحد إلا كلمه الله. سوف تتكلم مع الله جل جلاله. من الناس من يتكلم مع الله كل يوم، ومنهم من يتكلم كل أسبوع، ومنهم من يتكلم كل شهر، ومنهم من لا يتكلم إلا مرة. لماذا؟ لأن الناس في الجنة منازل، لا يستوون عند الله عز وجل من أتى بأعمال صالحات وعبادات وطاعات وبر والدين وصلة أرحام وصدقات وصلوات وصيام كمن لم يدخل الجنة إلا آخر واحد دخل الجنة، لا يستوون عند الله. ولذلك يا أحبابي يا كرام ويا أخوات الفاضلات، يجب أن نستثمر حياتنا بالقرب من الله، فالحياة كلها التي ترونها ستزول ولن يبقى إلا الله جل جلاله. أسأل الله أن يجعلنا من أحبابه، وأسأل الله تعالى أن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. خبرته وعلمه سبحانه وتعالى لا يوصف ولا يقدر، ولذلك الإنسان يكتسب الخبرة قليلا قليلا. فأنت ولدت جاهل لا تعرف شيء، ثم تعلمت شؤون الحياة، فإذا استويت وحويت العلم وأصبحت ما شاء الله عليك مرجع، تموت فتدفن. ولذلك أكبر مكان يجتمع فيه العلماء ما هو؟ المقابر، صح ولا لا يا إخوان؟ لأنه جلس 50 60 70 سنة وهو يعمل حتى اكتسب الخبرة، ثم إذا به يدفن. والله ما أقبحها من حياة أن يكون الإنسان عندما يجتمع لديه الخبرة والعلم ثم بعد ذلك يرحل ويترك ما تعب من أجل أن يجمعه، هذا البشر. أما ربنا عز وجل فخبرته ليست مكتسبة. يعني إيش معنى؟ ماذا أقصد أنا عندما أقول ليست مكتسبة؟ يعني الآن مثلا السيارات، مثلا قبل 40 سنة هل هي مثل السيارات اليوم؟ كل سنة تتجدد، صح ولا لا؟ وتتنوع وتتطور وتتغير. طيب الإنسان آدم عليه الصلاة والسلام ما هو نفس الإنسان الموجود الآن؟ هل تغير شيء؟ هل في إنسان موديل 2020 وإنسان 2021 وكل سنة في تحسينات وتحديثات؟ ما يمكن أبدا. لماذا؟ لأن هذه الخبرة أن الله يتقن، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الله عز وجل عندما يصنع يبدع. ولذلك سبحان الله العظيم، انظر إلى ما حولك لترى خبرة الله عز وجل في هذا الخلق. مثلا الشمس، هذه الشمس التي فوق ورؤوسها، ترى هي نفس الشمس اللي شافها آدم، نفسها، واللي شافها نوح، واللي شافها إبراهيم، وشافوها الخلق كلهم منذ أن وجدت ما تغيرت، وعلى ما هي عليه، وما زالت تشع من ذلك الوقت إلى أن يأذن الله أن تتكور وتذهب. من مدبرها؟
هذا الله عز وجل، هذا الذي أتقن هذا الصنع سبحانه وتعالى. لا تقترب ولا تبتعد. يقولون أهل الطبيعة والعلم أنها لو اقتربت شبر لاحترقت الأرض في ثواني، ولو ابتعدت قليلا لتجمدت الأرض في ثواني. فمن وزنها؟ والشمس تجري لمستقر لها تمشي، والقمر أيضا يجري. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبح. من دبر هذا؟ هذا هو الله عز وجل. أعطيك مثال عجيب. ابنك طفلك، أنت إيش دورك فيه؟ ما هو دورك في تكوين هذا الطفل غير أنك إيش تقذف تلك النطفة ثم تذهب؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ من الذي كونه في بطن أمه؟ من الذي خلقه وأنشأ فيه هذا الخلق والجهاز العصبي والتنفسي والعينان والأذنان؟ ثم إذا اكتمل واكتملت الفترة خرج. فإذا خرج الإنسان، ما رأيكم، سؤالي يا أحبابي، لو أن الله كلفنا أن نعلم أطفالنا كيف يرضعون، ايش رأيكم يا أخوان؟ كيف بتعلم طفل رضيع كيف يرضع؟ هل ممكن أحد يقدر يسوي شيء هذا؟ هذا الخبير أعطاه الله خاصية المص، ولذلك الطفل الصغير أي شيء تضعه في فمه يمص على طول. من علمه؟ هذا هو الخبير جل جلاله. عندما يقول الله في كتابه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ليش؟ إنه بعباده إيش؟ خبير بصير، بصير بحالنا، يعلم ما الذي يصلح لنا والذي لا يصلح لنا، ويعلم ما الذي ينفعنا والذي يضرنا. يقول الله تعالى في الحديث القدسي، والشيخ ابن باز تكلم عن هذا الحديث وقال سنده لا يعرف لكن معناه صحيح، إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو كان غنيا لطغى، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو كان فقيرا لطغى، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم ولو كان صحيحا لطغى، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض ولو كان سقيما ولو كان صحيحا لطغى. ربك يدبر الأمور بخبرته. الله عز وجل يعرف خصائص كل واحد فينا، يعرف أنك أنت ممتاز جدا في التربية لكنك فاشل في المال، ويعرف أن هذا ممتاز جدا في المال لكنه فاشل مثلا في الحقوق الزوجية، ويعرف أن هذا يصلح أن يكون غني. لماذا؟ لأن عنده جلد يشتغل الليل والنهار ويخدم العباد، ويعرف أن هذا الإنسان ما ينفع فيه أي شيء، لذلك لابد أن يكون لص حرامي عشان الشرطي يترزق الله، وعشان صاحب السجن يترزق الله، وعشان هذا التدبير من أجل أن تحيا الأرض. لأن الله عز وجل لما خلق الخلق قال إني جاعل في الأرض إيش؟ خليفة. خليفة يعني يتخالفون. فعلشان تكتمل دورة الحياة لابد يكون في أغنياء وفي فقراء وأقوياء وضعفاء وظالم ومظلوم ورئيس ومرؤوس وكسير النفس وقوي النفس. لازم تكتمل هذه المنظومة عشان تمشي الحياة، وهذه خبرة الله عز وجل. عشان يا إخواني الذي أريد أن أصل إليه من فهمنا لهذا الاسم أن يكون عندك ثقة بعطايا الله عز وجل. إذا صليت الاستخارة في أي أمر من الأمور ثم استخرت الله خليك واثق. اسمع دعاء الاستخارة ماذا تقول فيه؟ أستخيرك بماذا؟ بعلمك. الآن أنت جالس تكتب وكالة، الحين عندما توكل واحد معناه أنك واثق في هذا الواحد، صح ولا لا؟ أنت الآن جالس توكل الله عز وجل لأمرك. أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر وتسميه زواج، سفر، شراء، بيع، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو عاجل أمري وآجله، فاقدره لي. هذه وحدة. وش الثانية؟ ويسره لي. وش الثالثة؟ وبارك لي فيه.
وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي أو عاقبة أمري أو عاجل أمري وآجه، فإيش؟ اصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. ثم ماذا؟ هذه أهم كلمة في الدعاء، ثم رضني به. الرضا، أن ترضى، ما هو إذا استخرت الله في أي أمر ما ثم صرف عنك تزعل وتروح تحاول وتجيب الوسطات وتقلب وليه، ويمكن يضيق صدرك، أو مثلا عندما تصاب بأي أمر من الأمور. احنا الأولى قلنا في موضوع التوكل على الله، خلاص خل عندك ثقة بأن الله إما إن أعطاك فهو أعطاك لأنه يعلم أن هذا لمصلحتك، لأنه خبير وأنت مؤمن بخبرة الله عز وجل، وإن صرف عنك فهو أيضا صرف بخبرته لأنه هو الأعلم بما في مصلحتك. الموضوع الثاني، عندما تأتيك الأقدار، مثلا عندما تصاب بالمرض، مثلا قد تكون معاق، تعيش عمرك كله معاق، لا تزعل، لا تزعل، لا تزعل على ربك. الرضا مطلوب يا أخواني، لازم تكون راضي. ليه؟ لأن الذي أعطاك أو ابتلاك هو الله عز وجل، ما في شيء ينزل ترى من البشر، الله هو المدبر، والله ما في شيء يكون في هذا الكون إلا بعلم الله وتدبير الله. ولذلك عندما تأتي إليك المصيبة أو الابتلاء فكن راضي. البلاء والابتلاء يا أخواني، إيش الفرق بينهم؟ مو الفرق بينهم، يعني في فهمي، ما هو الفرق بينهم في نوع النزول؟ لا، الفرق بينهم في نوع المتلقي. إذا نزلت فيك أي مصيبة فتش في نفسك، ليش نزلت المصيبة هذه؟ إن كان والله أمورك طيبة ومصلح ما بينك وما بين الله، ولا عندك لا فساد ولا عندك أي مشاكل، ثم ابتلاك الله اقبل. ليه؟ لأن الله هنا صفك في مصاف الأنبياء. هل الأنبياء عندهم ذنوب؟ أشد الناس بلاء منهم الأنبياء. منه النبي الذي دفن 6 من أبنائه بيده، تعرفونه؟ ها؟ من هو؟ النبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، خير الخلق، دفن 6 من عياله. ومن هو النبي الذي جلس 16 سنة في المرض حتى مات أولاده وهلك حلاله كله وهو صابر؟ أليس أيوب؟ ومن هو النبي الذي ما أن فرح بالطفل حتى أمر أن يتركه في واد غير ذي زرع يروح يخليه في وسط الجبال السوداء اللي ما يعيش فيها ولا الجن، ومع ذلك يروح يستجيب لله؟ أليس هو إبراهيم خليل الله؟ إذا ابتلاك الله وأنت وضعك طيب، الله عز وجل يبغى يرفعك، احمد ربك واشكر. إذا ابتلاك الله عز وجل مثلا وأنت عندك ذنوب، تدري أن عندك ذنوب، تدري أنك والله ظلمت فلان ثم خسرت، انتبه، ترى ذي تنبيه، ترى ربي ينبهك، وأنت أعرف بنفسك وخلك صادق في محاسبة نفسك، ترى ربي ينبهك واحمد ربك إن الله نبهك في الدنيا قبل ما ينبهك في الآخرة. وربنا عز وجل وش يقول؟ يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما إيش؟ كسبت أيدي الناس. طيب ليش؟ قال ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليه يا ربي؟ قال لعلهم يرجعون. عشان تنتبه، ترى احنا أفسدنا عليك هذا المال اللي انت جمعته بالحرام، عشان تنتبه ارجع، ارجع على طول مباشرة. ليه؟ هذا تدبير من الله لك ولمصلحتك. النوع الثالث قد يكون عقاب، عذاب. إنسان ظالم وما في فائدة، نبه ثم نبه ثم نبه ومستمر، يمهله الله حتى إذا أخذه لم يفلت. فنسأل الله أن يكفينا الشر. إذن ما المطلوب؟ أن يكون عندنا ثقة بربنا عز وجل، ثقة بقدره. والله يا أخواني خذوها مني قاعدة، والله ما نزل من فضل، ما نزل من خير إلا بفضل من الله عز وجل، وما نزل من بلاء إلا بحكمة من الله عز وجل. فأنت تتقلب ما بين حكمة الله وما بين عدل الله وفضله سبحانه وتعالى، كلها خير. اللي يجيك من الله ترى كله خير. فالخبير عندما تؤمن فيه لابد أن يكون له أثر عليك، وهو الرضا والثقة، وأن ما أصابك فهو بعلم الله وتدبيره، فتقبل وترضى وتصبر وتحتسب وترضى بحالك وتصلح ما بينك وما بين ربك، لا تضجر على الله ولا تتأفف من أقدار الله. هذا هو الرضا. فإن عشت وعشت على الرضا فأبشر بالخير. رضي الله عنهم وإيش؟ ورضوا عنه. يعني الله عز وجل لما مدح المؤمنين
قال أنهم هؤلاء القوم الذين آمنوا بالله وآمنوا برسول الله ورضوا بأقدار الله ورضوا بعطاء الله سوف يرضى الله عنهم. ولذلك يقال له يوم القيامة: ادخلي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك إيش؟ راضية مرضية، مو بس راضية فقط، راضية ومرضية. هذا متى؟ إذا عشت على أنك راضي عن الله عز وجل، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما هو رضوان الله؟ رضوان الله أن يعطيك الله. بعدين قال راضية وقال مرضية، إيش الفرق بين راضي ومرضية؟ يعني نفرض أنك أنت مثلا عليك دين مثلا 10,000، زين؟ إذا أعطيناك 10,000 ترضى ولا ما ترضى؟ تقول جزاكم الله خير والله رضيتوني. طيب إذا أعطيناك فوق 10 10، هذه المرضية، هذه هي المرضية. وهل عطاء الله هو عطاء المرضي فقط؟ عطاء الله فوق ما تظن. ولذلك يقول عن أهل الجنة: لهم ما يشاءون فيها وإيش؟ ولدينا مزيد. شيء ما يخطر على بالك: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيا أحبابي، حديثي اليوم لكم هو أن نعرف كيف يكون لأسماء الله أثر على حياتنا. هذا هو المهم. ترى مو المهم أنك تحفظ الأسماء، المهم أنك تحفظها ويكون لها أثر لك. حنا اليوم تكلمنا عن اسم الله الخبير، أنا متأكد لما تأخذ نفس الطريقة هذه في اسم الله العليم والحكيم والرحيم والودود واللطيف والجبار، ستعيش في كل أمان وكل اطمئنان وكل راحة بال. وحبوا ربكم يا أخوان، حبوه، والله إن الله أرحم بنا من أمهاتنا. والله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي إذا لم تقف ببابه كل يوم وتطرق بابه يغضب عليك. قف بأبواب الناس، شوف كيف يعاملونك الناس، وقف بباب الله وانظر ماذا يفعل الله بك. فلذلك يا أحبابي، أوصي نفسي وأوصيكم معي بالقرب من الله والرضا بأقدار الله، وأن نعلم أن ما أصابنا فهو بعلم من الله وبعدل من الله وبرحمة من الله، وأبشر بخير عظيم. فربنا عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث ذكرني، فأحسن ظنكم بربكم وأبشروا بالخير. أسأل الله تعالى أن يفرج هم المهمومين وأن ينفس كرب المكروبين، وأن يجعلنا وإياكم ممن رضوا به ربا وبالإسلام دينا، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وصلى الله على نبينا محمد.